اوكي، نجيب الحجية نفسها، فنجيبها امبورت، نسوي دونت امبورت هذه. اوكي، لكل ريج في جوينت، فالجوينت هذا خلينا نشيل البريفكس، نشوفه يشيله كله. طيعي اسم. اوكي تمام، شاله. تونغ شنو هذا؟ لا في شيء غلط. الرق هذا، الرق في شيء غلط، مو مبين الكنترول الرئيسي. هنشوف هذا المين. اي هذا المين كاهو. اوكي ماشي. وين نلقى بالموشن؟ هذه المشكلة مو أنا اللي مسوي الريج. علي الأسمر مسويها. إنزين، إحنا خلينا نشتغل إذن على شخصية الأدفانس سكيلتون أفضل، لأنه وايد مبعثر. عشان كذي أنا أفضل إنه يكون، يعني شوفوا، هو مو حاط الجيومتري مكان الجيومتري، ومو حاط العين مكان العين، فلازم يكون مرتب، المرتبة الشخصية صح. يعني الحين إذا فتحنا نجيب شخصية، بالديمو. اوكي ماكس، يلا نجيب ماكس. كل شخصية شوف ترتيب صح، يعني كل شيء مرتب صح. نجيب المين، نلقى الديفورميشن سيستم موجود، هذا اللي عليه الحركة. خلينا نسوي له ديسبلاي جوينت، هذا الجوينت اللي نبي احنا، اللي نبي يعني احنا. ما ادري، في شيء اسمه هيومن اي كي بالمايا، هذا يجيب يعني يسوي سيت اب حق الشخصية وينقل عليها الحركة، وتقدر تعدل عليه الحركة بالانيميشن لاير والسوالف هذه يعني. ويستقبل ملفات FBX، يجيب ملفات FBX ويربطها مع أي، يعني من أي شخصية لأي شخصية، ويسوي لك عليها، ينقل الحركة عليها يعني. بس لأن أبعاد كل شخصية غير، مثلا اللي مسوي الموشن كابتشر الحركة الجاهزة يكون جسمه مختلف عن أبعاد هذه، فيصير بعض الأخطاء فيها، فمن الأخطاء هذه تتعدل بالأنيميشن لاير. فنحاول نضغط كنترول واحد، نسوي الجوينت هذا هيومن اي كي علشان نقدر نركب عليه الحركات الجاهزة. فنقول له create character definition. كاركتر موجود، فبس نبي نسوي له ديفينيشن، نبي نعرفه، بس نعرفه. ناخذ هذا الحين، يقول لك اني ابي ليفت ار اللي هي هذه، رايت كليك اساين، هذه الليفت او الرايت. الحين الالبو، خلنا نفصل هذا شويه حيث انها تطلع لنا. نسكر هذا. اوكي، نلاحظ ان هني الاسم مو هذه، نبي هذه البو ليفت مع البو ليفت.
الهاند هذه، ضغط سهم لفوق، ناخذ الهاند كلها نحطها هني. شوف نلاحظ انه قاعد يسوي لي الميرور هو، لان انا ضغط هذه، بس الشولدر ما تصير، الظهر فيه بالبرمجه شيء خطا او شغله. ناخذ الليج رايت كليك اساين، هذه اساين، الانكل رايت كليك اساين، نفتح هذا السهم عشان ناخذ التو، رايت كليك اساين، عندنا الهب الرئيسي اساين، العظمه اللي فوقه نحط هذه، عندنا الرقبه نيك مين، اذا فتحنا هذه نحط الرقبه هني، الرقبه نحطها هني الحين مبدئيا، راح احطها هني يمكن بغيرها بعدين. هني الهيد، الهيد اللي هو هذا، الحين شوف مجرد ما حطينا كملناهم كلهم طلع لنا الصح هني. نقفل ونقول نبي نضغط هذه اللي هي create custom rig، لان مو human IK فما نسوي له rig control عادي، راح نسوي له custom. فنضغط control 1 نرجع. الحين الرج اللي نبي نشغل عليه نبي هذه مع هذه، right click assign، control هذا right click assign، عندنا الهب الرئيسي مع هذا. نقدر نحول IK ونربطه مع هذه، بس خلينا نشتغل على FK هم يصير، يعني نضغط على هذه FK، FK الثاني نعظم هذه، والهاند نعظم الأخيرة Assign. ما أبي أربط هذه لأنها كانت تسوي لي مشاكل، خلينا نشوف نكمل الباجي. طبعا هذا السيت اب تسويه مره واحده للشخصيه، مو كل مره، يعني بس تخلص الريج تقدر تضبط له وخلاص تسيف الملف. الهيد ابي اربطه، ما بيربط الحين، خلينا ما بيربط الهيد، ابي بس هذيل الرئيسيين شلون يمشي ويحرك ايده. والرقبه خلينا نربط الراس بالرقبه، لان مفهوم الرقبه بالادفانس سكلتون مختلف شوي، فخلينا نربط الراس الرقبة بالراس. خلينا نجرب، بس نقدر نغير عموما أي وقت. المهم خلصنا الريج، خلينا نسيفه، سيف أز ماكس الريج هيومن أي كي أفضل اوكي. ابو نواف العفو، احنا احتاجينا يعني نفعل موضوع الديفاين الان، عملنا موضوع الديفاين لان شغالين على الادفانس سكيلتون، لو ما شغالين على الادفانس سكيلتون ما نحتاج لها الخطوه صح؟ اذا ما تحتاج هالخطوه الا اذا عندك انت هيومن اي كي اوريدي، يعني اوريدي مال المايا، يعني الحين المايا في رق، في ريج خاص فيه، يعني مثلا الحين اذا رحت هني على الديفينيشن اقول له مثلا ابي اد نيو، الحين حط لي هذا وصل نخفي هذا اتش، احط لي هذا اقول له مثلا مو هذه، لا مو هذا، نقول له ديليت. انا اوريك انا الريج مال المايا نفسه، هني نقول له create skeleton، شوف سوالي السكيلتون جاهز، هذا مال المايا مال human IK، هذا هني division definition واضح، والكنترول ما في كنترول، هني أقول له عطني الكنترول، control rig، هذا control rig العادي لأن مساع سويناه custom، إحنا هذا العادي، شوف هذا الكنترول مال المايا هذا نفس بالضبط نفس الادفانس سكيلتون، انما ما في ستريتش، ااا
في مشاكل كثيرة كثيرة مشاكل كثيرة. يعني شوف هذا أقدر أقول لهني مثلاً عطني فول بودي فول بودي الحين راح يتحرك منطقي يتحرك تمام. يعني تقدر أنت كنا نقدر نسوي السكيلتون هذا نركبه على الشخصية مالتنا. خلنا نرجع على تي بوز نقدر هذه البونز اللي طلع لنا بالكرييت كاركتر نسوي له سكيننج مع أي شخصية ونقدر نحرك بالطريقة هذه وسريع. شفت شلون سريع سوى لك إياه سريع. وهذا تقدر تركب عليه أي حركة تبي. يعني الحين مثلا عندنا الحين شم الكاركتر عندنا سوينا الكاستوم ريج وسوينا كاركتر 2 حلو سوينا يا كاركتر 2 خلينا نخليهم خلينا نخلي الاثنين. الحين خليني بحركة نقول له امبورت عندي أنا حركات مسويهم قبل كم يوم حق واحد أبو نواف العفو. هسه هاي الواجهة اللي على اليمين تعتبر مشابهة لواجهة البكر اللي شغلناها لكن البكر هي more advanced. More advanced أحسنت. أي نعم صحيح هو يعتبر هذا بكر صح. طبعا سامحوني على سلال لا لا يعني بدائية عايز جدا عايز لكن ما عندي خبرة بالمجال. هذه مو بدائية هذه أسئلة للخبرة يعني عرفت. هذه الكل المفروض يعني يكون ملم فيها يعني ما فيها. فابن الحركة هذه اللي ورا نلاحظها الحين إذا ضغطنا بالتايم سلايدر لاحظ إن في حركة في حركة هذه FBX في لها كاركترايز اسمه سيد. فأنا أبي مثلا كنترول 2 كاركتر 2 اللي هو هذا سويناه مع الهيومن الكي مع الماية مع البكر ماله أقول له بدلا تحط لي ريج حط لي سيد. شوف صار نفس سيد حركته نفس سيد بالضبط نفس الحركة اثنينهم. الحين أقدر أجيب أفتح شخصيتي شوف شخصيتي شلون صغيرة أقدر أقول له هني خلنا نشيل الكنترول ويا الجوينت هني هذه كاستم ريج هني أدخل على كاستم ريج أقول له الحركة اللي أبيها خذها من سيد. شوف خذها على طول حركة سيد. شوف فتقدر تحط أي شخصية تحرك لك أي FBX تحرك لها على هذا. الحين هذا طبعا وايد فريمات حركة وايد كبيرة. خل نشوف نقدر نحطه بالسسمة ناخذ الحركة مثلا خلينا نقول اي هذه مثلا خلينا نقول من 1300 الى 1350 ل 1400 خلينا نقول من 1300 الى 1400 نقدر نخزنها هني عندنا. خلينا نقول وين عندنا هو هذا نفسه وين سيلكت اوكي خلينا نقول هني use custom apply زين. احنا وين كنترول مالنا كنترول الكنترول الحين اصلا ما عليه اي حركه اي صح نسيتها انا. الحين الكنترول هاي نقطه مهمه خلينا نطلع الكنترول. الكنترول الحين ما عليه اي كي ما عليه كيات. شوف نلاحظ ما عليه اي كيات ليش لان اصلا الحركة مو عليه الحركة على الكاستم ريج اللي سويناه هنا على هذه الحركة موجودة على هذه.
فإحنا أول شيء نقول له خلينا نحط هذا عشان لا يصير بيك كبير طويل. خلينا نقول له إن 1300 إلى 1400 هين عندنا الحركة هذه نسوي لها بيك نثبت الحركة عليه. فإحنا على الكاستوم ريج كذي كنا قاعد نقول له انقل الحركة ثبت لي الحركة هذه مات الـ FBX على شخصيتي. فأقول له بيك نفتح الأوبشن بوكس نقول له below يعني كل الجوينت اللي تحت all capable ما في مشكلة. نقول هني تايم سلايدر اوكي اللي هو بس اللي محددينه احنا يعني نقول له بيك. خلاص اوكي الحين هذه الحين لو ندخل على الكنترول نلاحظ ان في كيات موجودة هني نلاحظ ان في كيات. اوكي طالما في كيات الحين نقدر نقول له هني select. اوكي احنا شنو اسمها شخصيتنا وينها هذه شنو اي واحدة ها ما عليها اي اسمها اي ما عليها. نقول له from file from selection خلينا نشوف نقول له apply. اوكي حلو سوالنا select عليها معناته يصير عندنا نقدر نسوي لها mirror اللي هي from selection نروح نقول له right click animation خزن لنا الانيميشن نحط له اي شيء. اوكي قاعد يخزن الحركة اوكي نعطيها اسم animation test. شوف من 300 الى 400 ليش من 1000 مفروض صح كاهي بس عشان خانة صغيرة. اوكي اوكي نقول له سيف ما سيفها no animation was found in a specify object اي لازم نشيل هذه كذي يعني لا خذ الانيميشن ممكن نسوي له select all animation اوكي نقول له سيف سيفها. اوكي الحين اذا فتحنا ال open max human ik ما نبي نسيف هنحط عليه الحركة اللي سويناها. اوكي من 1300 فنروح هني 1300 الى 1400 ما في حركة نشوفه مرة ثانية replace اوكي replace صح from selection لان ما في name spacing قلنا. اوكي طيب ليش ما يبني الحركة كاي مسويها على هني موجودة بس name spacing عندنا مش اوكي خلينا نقول له from file هم شو قاعد يسوي لنا بس مكان واحد يمكن احنا ضاغطين بس هذه كنا لا كان الانيميشن ثابت على الكل واضح الانيميشن شلون خلينا اجيب امبورت انا الاف اي شلون from file شو كنت نستخدمها from file اذا ما عندنا نيم سبيسنج بس شوف الحين قاعد يسوي لي مشاكل انا يعني المفروض نجيبه نيم سبيسنج افضل ما ادري وين حطيته صدق نسيت اني يمكن مع الماكس هذا
ما نبي هذاك، ليش خلينا على هذا. اوكي اي هيومن اي كي المفروض اي ادفانس سكيلتون هني نقول له ياب لنا سي اتش 1 اوكي نيم سبيسينج سي اتش 1 اوكي نقول له ابلاي. شوف على طول نيم سبيسينج ممتاز بصراحه. لا وحط لي اياه مكان ما انا ابي. شوف يعني مثلا هني شوف يعني انا مخزنه ب 1300 حلو، نقدر نقول له current time حط لي اياه من هني، حط لي اياه جاب لي اياه من فريم واحد. نقول له هو طبعا 100 فريم اوكي يا جاب لنا الحركه مثل ما هي. هذه الحركة طبعا تقدر تحطها على اي خلينا نشوف مثلا نجيب اوبن لا مو اوبن ما بيب اوبن نجيب امبورت ثاني نفسه اوكي نقول له نبي نيم سبيسينج 2 انيميشن ابلاي سواليا نقول له فروم كونرنت. هو شوف حطيناه هني احنا راح يبتدي من هني، نقول له من هني ابتدي مثلا من هني اوكي نقول له ابلاي اي اوكي بدا من الفريم اللي انت حددته. حلو ممتاز. انا هذه اول تجربه اسويها بس انا كنت اتخيل ان راح تصير يعني هو ادفانس شوي معلش ولكن امشي خطوه خطوه مع الفيديو راح مره مرتين راح تعرف راح تصير عندك سهله. اوكي عصام في اي سؤال؟ جزاك الله خير. واضح الامور ان شاء الله. بارك الله بك بارك الله بك. فانت بالبدايه تسوي الادفانس سكيلتون بعدين نفس الشخصيه بنفس السيتنج تسوي لها هيومن اي كي هذه كرييت وتمشي خطوه خطوه تسوي السيتنج لا وخلاص يمشي معك. يعني انا قبل كم يوم سويت تقريبا 3 دقائق ثلاث ساعات تقريبا او 4 ساعات لمشهد في 5 شخصيات يعني يعتبر انجاز كبير. لان تخيل انت 3 دقائق انيميشن طبعا حركات جاهزه مو يدوي يسرع لك كثير الموشن كابتشر ما شاء الله. يعني الثلاث دقائق اخذت معك 5 ساعات اي تقريبا 5 ساعات اقل شوي. ممتاز ما شاء الله ماشي. اذا ان شاء الله ننتهي الى هنا وراح ارفع ان شاء الله الفيديو بعد لحظات. ماشي شباب وياك حبيبي ما قصرت الله يسلمك. حاضر حاضر يلا مع السلامه شباب مع السلامه حياك الله عليكم السلام.